إذا أخبرك زوجك أنه يريد الخروج مع أصدقائه فدعيه يخرج دون تلك النظرة الخطيرة والنقاشات التي لا فائدة منها. اسمعيني جيدا عن الفوائد التي ستحصلين عليها بعد ذلك. فبحسب دراسة من جامعة أوكسفورد، فإن اجتماع الرجال مع أصدقائهم مرتين على الأقل يساهم بشكل كبير في التمتع بصحة نفسية وجسدية جيدة. فالرجال بحاجة دائما لهذه التجمعات الذكورية لتصفية الذهن بعد الضغوطات الكبيرة. ومن الأمور بالغة الأهمية ممارسة الرجال للرياضة الجماعية مثل كرة القدم مرة في الأسبوع على الأقل، فمثل هذه الأمور ترفع مستوى هرمون السعادة عند الرجل، وسوف تتخلصين يا عزيزتي من النكد. عدد من الأبحاث والتجارب لم يتم الجزم بنتائجها قالت إن النساء اللواتي يجلس رجالهن بالبيت طوال الوقت ولا ينخرطون بالاجتماعات الذكورية يعانين من الاكتئاب وكثرة المشاكل العائلية. فهل تؤيدين هذه النظرية؟